جهزوا أنفسكم لنذهب سوياً إلى عالم الرياضة بصحبة الكابتن محمد سعد. السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم في فقرتنا الرياضية اليوم. اليوم زي ما أنتم شايفين في عنا شيء مختلف. إحنا طلعنا من اللوكيشن اللي كنا بنصور فيه ورحنا على الجيم. هان بتكون في الإمكانيات أكبر طبعاً والمكان أكبر وهيكون الشرح حتى هيتغير أسلوبنا بالشرح عن العضلات، لأنه في معانا مجال نلعب ونشوف أجهزة كتير وتمارين أكتر كمان للناس اللي بدها تخسس وزن وللناس اللي بدها تزيد وزن. الشغلات هذه كلها نشرح لكم إياها، يعني للناس اللي بتتابعنا كل مرة هنشرح عن عضلة معينة وعن تمرين معين إيش بيسوي وكيف الطريقة الصحيحة تبعته وكيف الطريقة الخاطئة عشان نتجنبها وما نلعبهاش. للناس اللي بتشكي من الدهون الزايدة طبعاً هنعمل لكم تمارين كتير كويسة وهنلعبها بالفري ويت وهنلعبها بالأجهزة وهنحكي لكم إيش الفرق وليش إحنا جينا على طلبكم على الجيم. نحكي لكم شو الفرق بين الفري ويت إنك أنت تلعب من غير أجهزة وتلعب في البيت وكيف إنك أنت تلعب بأجهزة وتلعب بالجيم. وزي ما انتم عارفين الناس كلها بتخش متحمسة في أول يوم جيم، نفسها تشيل كل الأوزان اللي في الجيم طبعاً، فإحنا هنكون معاكم وهنديكم الإرشادات الصحيحة كيف تسخنوا جسمكم بالطريقة الصحيحة قبل ما تبدوا التمرين. ما تشيلوش الأوزان على طول، لازم تسخن جسمك تلعب، تكون مهيئ جسمك يعني للعضلة اللي بدك تلعبها. اليوم هنلعب تشيست صدر، هناخدكم معنا ونوريكم الأجهزة اللي هنلعب عليها وكيف طريقة اللعب. يلا معنا. زي ما حكينا على تمرين الجنرال كيف هتبدا فيه، هنسخن كل عضلات الجسم بشكل كويس بحيث انه ما يصيرش اصابات لقدام. طبعا انا رايي الشخصي اللي بنصحكم فيه انه تضلكم تلعبوا جنرال لمده منيحه، يعني مثلا 4 أسابيع عشان جسمكم يكون شوي صار فيه لياقه، شوي صار فيه ليونه في الجسم. زي ما انتم شايفين هتشوفوا اوزان كثيره، انا بعرف بس تكون لسه بدك جاي على الجيم باد جديد، بتكون متحمس بدك تحمل اوزان يعني اكبر وزن ممكن، انت بدك تاخذ اخف وزن ممكن بحيث انه انت بس بدك تحرك العضله. احنا لسه ما دخلناش بمرحله انه احنا بدنا نبني العضله، احنا بس بدنا نشغل الماكينه اللي لها نايمه فتره كبيره. فبتاخذ وزن يكون مناسب عليك، ما يكونش كثير خفيف وما يكونش كثير زياده عنك، بتاخذ وزن وسط. بنسخن أول تمرينة صدر عالي، بتكون نايم بالشكل هذا، ظهرك ساند كويس وراسك مسنود، بتطلع بالشكل هذا. الحديد ما يخبطش بعض، يعني حاول الحديد وانت طالع ما يخبطش بعض، وانت نازل تنزل بالشكل هذا، هذا الشكل الصحيح تبعها، وانت طالع تطلع لهان بس. دخل اكسجين على العضله، خذ النفس وانت نازل، بتعد 8 او 10 عدات، وانت نازل دائما بتنزل الوزن على رجليك، وانت طالع بساعدك كمان هذا الاشي انك انت بتطلع الوزن في رجليك، سواء كان الوزن خفيف او كان ثقيل، اتعود انك انت تطلع الوزن بالشكل هذا. بترجع الوزن مكانه، في ناس تضحك عشان انا بحكي رجع الوزن مكانه، عشان في ناس اول ما بتفوت الجيم بتصير تحمل أوزان زيادة عليها، بتصير ترمي الوزن في الأرض وكأنه خبط الوزن في الأرض، أو لما ياخذ وزن كبير إنه هذا هو اللي هيطلع له العضلات. هنروح على التمرين الثانية للصدر،
هذا زي ما احنا حكينا التمرين الجنرال بنكمل فيه. اخذنا اول حركه الصدر العالي، بناخذ بار فلات او ممكن ناخذها بالعكس، ممكن ناخذ بار عالي ودمبلز عالي كمان او دمبلز فلات. المهم انك انت تحرك صدرك بحركتين. ننزل هيك بالطريقه هاي، ما يكونش راسك يعني، ما تكونش رافع البار وعامل هيك رافع راسك، هذا طريقه غلط. لازم تكون ساند راسك كويس وبتمسك المسكه تبعته القبضه. ممكن تاخذ تعمل اصبعك الاوكي من هان، تاخذ على قده يعني او على مستوى او ايدك هيك شوي طارده على كتفك بالشكل هذا، يعني شكل متوسط، ما تكونش فاتح ايدك كثير ويكونوا الايدتين متوزين مع بعض. بتنزل اكواعك يكونوا بالشكل هذا. زي ما احنا حكينا ما يكونش راسك طالع او تحرك راسك وانت بتلعب او تلعب في البار، هيك تلعب فيه بالشكل الصحيح اللي احنا شفناه. هيك بنكون شغلنا عضلة الصدر، اخذنا منها حركتين. ممكن كل يوم تغير الحركتين هذول، يعني تضلك عليهم تلعب اسبوع مثلا الحركتين هذول، الاسبوع الجاي تغيرهم. بنخش بعديها على الظهر، ظهرك مفروض زي ما احنا شايفينه ستريتش، بتعمل للاخر لفوق، الجهاز بتجيبه قدام صدرك وبترجع تاني. نفسك دائما يكون شغال طبيعي. هيك بنكون حركنا الصدر العالي واخذنا بار فلات واخذنا السحب. هناخد حركة تانية للظهر على نفس الجهاز، او ممكن يكون هذا له جهاز ثاني في بعض الجيمات الثانيه، بتكون بدل ما انت ساند رجليك تحت بتكون سندهم فوق، بس احنا هناخده في اللي موجود هلا. بيكون في ثانيه صغيره في رجليك، تعمل ستريتش على الاخر، يعني تسحبش معاه انت وترجعش لورا على الاخر. ظهرك مفروض دائما يكون بالشكل هذا. يكون في ثانية صغيرة، ما تكونش فارد رجليك على الآخر، تكون في ثانية صغيرة وظهرك مفروض، صدرك قدامك، ستريتش في ايديك بس وانت رايح. هيك بنكون لعبنا كمان حركتين ظهر من 8 ل 10 عدات بتلعبوهم. طبعا بتعيد على الكلام هذا، على كل تمرينة بتعيد عليها مجموعتين أو ثلاث مجاميع. بعدين بنسخن، ممكن تسخن بعديها كتف، وبعد الكتف تسخن رجل. بنروح على تمرين الكتف، ممكن تاخدوه على الماشين. حاول دائما راسك يكون مفروض يكون على مستوى الكرسي اللي انت قاعد عليه. انا هشرح لكم اكثر على الماشين، كل وحده شو بتسوي في اللي بنلعب فيها في الجنرال بالتفصيل، على كل ماكينه شو بتسوي. هلا اوريكم بس التمارين الجنرال عشان تاخذوها اول ما تنزلوا على الجيم. هذا بدل الدمبلز البريس، كانك بتجمع جانبي بالدمبلز.
بتعد من 8 ل 10 عدات زي ما حكينا. هاي التمرين ايش بكون اريح؟ يعني الماشين اريح من الفري ويت، انك انت بتكون ساند بالنسبه للناس المبتدئين لسه بكون بيعرفش يعمل الحركه صح، فهاي بتساعده انه انت بتعمل الحركه صح، بتكون امن اكثر. لو بدك تزود شوي وزن بتزود وانت مطمن انه ما فيش عندك يصير اصابات او في عندك ايد تشيل اكثر من ايد او وزنك يكون بيلعب معك. هيك بنكون سخنا التشيست والظهر والشولدرز. ممكن ناخذ كمان تمرينه كمان على الماشين. هاي بدل الرفرفة الجانبي في بالدمبلز. كأنك ماسك الدمبلز وبترفرف فيه على جنب بس تلعبه على الماشين. هيك بنكون سخنا عضلات الكتف. اللي بنصحكم فيه انه الجنرال يكون مثلا تعملوه، تحاولوا مثلا يوم للاماميات ويوم للخلفيات، بس هاي تمرينة سريعة على الجنرال ممكن تبدوا فيها. المرة الجاية بوريكم التمرينة الثانية، ممكن تدخلوا الرجل معاها وتدخلوا الايدين فيها وتدخل الترابيس وتدخل السمانة، بوريكم اياها بالحلقات الجاية. خليكم معنا. السلام عليكم.